عندنا مباراة. انت قبل الدم عارفين تمام صحيح ولا ايه؟ انت قبل انت شيخ زفت جايبين واحد اخوان. لا لا معلمين يا لا ايه عنده اطيب يعني لا لا لا
انت هاني استنيك اتجوز هاني اتجوز هاني طبعا ماشي يا عم طيب نتفق بقى على ميعاد بس انا عايز اقول شرط الاول ايه يا عم بص يا سيدي بص يا ولد ماشي يا عم سمع اقول لك اختيارات ايوه انا فوق فيك يا فوق فيك امي وعايز ابقى واقف كده وما تلفش اصلا يا راجل انت كده واقع فيه وانت كده واقع فيه كده عارف انت طب يا جماعه ايه تمام اهي طب استعجل دلوقتي النهارده يا عم ده بالليل طيب يلا يا عم هات كيلو فلوس ما شاء الله الفلوس ايه ماشي يا عم فلوس ماشي يا عم ده خلاص قولي عمل ايه قولي لا لسه لسه هو هيمثل سنقوله بقى سنقوله المخرج رشدي رشدي بس مش انت قفلك يعني انت لك انت فين ماشي حبيب قلبي السلام عليكم انا الحمد لله باشا يا عم انا صوت صوت لفيت في كل مكان تخيل المهم الدبل اهو مش كده زي روح ادور معاه على عروسه قال لي مش هنلاقي احسن من ابراهيم باشا اللي قدامكم ديت حاجه كامله كده 30
شلع. انت يا ابراهيم باشا، هو العمده ديت